زي ما قلنا فعلا، زي ما انتم عارفين انه سيد الرئيس الحقيقه مع بدايه الانتخابات، وكان الحقيقه مصر بانه لو هناك في دعايات فتبقى موجهه لاهالينا في قطاع غزه، وهذا حدث بالفعل. يعني كان في شاحنات تم الحقيقه اعدادها ووصلت الى رفح، وهي من قبل يعني من يريد، كان من الاحزاب او من الهيئات او من المنظمات، إن هم يساعدوا، وفعلا بالفعل وصلت هذه المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة، اللي كانت الحقيقة نتيجة لأنه طلب من السيد الرئيس إنه الدعاية تكون في أقل الحدود، وإنه أي صرف يكون موجه إلى أهالينا في قطاع غزة. طيب خلينا نكمل أيضا المسيرة ونشوف الأحزاب السياسية والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المرحلة الأولى. نروح لحزب الوفد ومساعد رئيس حزب الوفد النائب أيمن محسب. مساء الخير سيادة النائب. مساء النور على حضرتك وعلى متابعيني في القناة الفندق الآن. يعني هذه الانتخابات الحقيقة يعني بتشهد مرشحين اللي موجودين، العدد موجود من الأحزاب السياسية، كيف ترى هذه الانتخابات هذه المرة؟ لا خلينا نتكلم بشكل واضح. الانتخابات المرة دي انتخابات حقيقية. أنا بشوف إن في تاريخ مصر المعاصر كله ما تمش انتخابات الحقيقة إلا هذه الانتخابات بالتحديد، لأن إحنا كحزب سياسي يعني يمكن أقدم حزب موجود في الأوسط وثاني أقدم حزب في العالم، لم نرى في حياتنا السياسية انتخابات بهذه الشفافية والوضوح وعدم التعرض لأي حملة من حملات المرشحين الثلاثة بخلاف الرئيس. يعني رئيس الجمهورية الحالي انا شفنا في عهود سابقه طويله جدا كان يبقى في كان في ضغوط كبيره جدا لما اتعملت انتخابات 2005 او غيرها و2012 على المرشحين اللي مش الرئيس منهم الحقيقه يعني. فالمره دي لا، المره دي في وضوح. احنا تحدثنا في حزب الوفد وصرحنا اكثر من لسان رئيس الحزب على لساني وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم الحمله بان الحقيقه مفيش اي نوع من انواع المضايقات. بنعمل مؤتمرات في اي وقت وفي اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، وعملنا العديد من المؤتمرات واللقاءات بحريه تامه دون التعرض. اعلاناتنا في الشوارع موجوده، ما حدش بيقطعها زي عصور سابقه. الحقيقه لا، انتخابات نزيهه ومحترمه. اللي بيقول كلامنا ده بيقول اللي حصل للمصريين بالخارج كان يعني الحقيقه لافته مضيئه واشاره حقيقيه ان الانتخابات في الداخل هيكون عليها زخم هذه المره. اكيد طول ما سيادتك طول ما سيادتك الحريه موجوده وطول ما الديمقراطيه واضحه، انا متاكد ان الاقبال هيزيد جدا، لان المواطن بيشعر ان هو صوته له قيمه وصوته مسموع وموجه. وبالتالي انا اتوقع او حزب الوفد يتوقع ان المشاركه هذه الانتخابات سوف تكون تاريخيه بالنسبه لما مضى، وان شاء الله نامل ان عاده تكون انتخابات بهذه الشفافيه والوضوح وعدم التعرض للحملات. أكيد. عشان مصر اكبر. خليني الفرعوني. أيوة. انها دوله عظيمه، ما هياش دوله تتحكم بشكل او باخر، لا احنا في مرحله جيده في عرس ديمقراطي حقيقي. طيب خليني عند عرس ديمقراطي حقيقي استاذنك سياده النائب. خليني عند عرس ديمقراطي حقيقي علشان برضو يعني نبقى على 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 نفس الاتجاه في الكلام انا وحضرتك. خلينا نتفق بانه الانتخابات يعني الحقيقه كلها الرئاسيه المصريه السابقه والان كلها كانت انتخابات حقيقيه. وجود اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقه والوضوح والشفافيه، وده شاهدناه على مدى اي انتخابات انتخابات كان فيها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحاجه الثانيه انه يعني الحاجه الثانيه بس عايزه اكد على مع حضرتك على حاجه. بتكلم بوضوح شديد جدا. انا بس اديني فرصه بس اقول بقيه النقطه بس، وحضرتك طبعا لك التعقيب. الحاجه الثانيه بس بانه هذه الانتخابات في هذه المره لو نتحدث بشكل سياسي لم ناخذ الفرصه الكافيه، نظرا ايضا لانه مصر كان عليها دور كبير جدا خاص بالحرب في غزة. مصر لها دور فعال، مصر بلد يعني محور في الموضوع. فأعتقد أنه كمان يعني الشأن كله مليان شفافية، مليان وضوح، مليان قرارات زي ما حضرتك قلت. وأنا بتفق معاك جدا بأنه كل ما شاهدناه سواء في الحملات الخاصة بالسادة المرشحين كلنا على حدة كانت واضحة المعالم،
كل واحد اتكلم براحته، المرشحين كان لهم الفرصة في الظهور الإعلامي والتحدث كما يريدون عن يعني رؤيتهم وما يتمنوه. فأعتقد دي كانت فرصة، يمكن اللي حضرتك بتقصد فيها أنه فرصة المشاركة هذه العام كان فيها متنافسين مختلفين هذه المرة. أنا مع سيادتك بالفعل، وده ما أقصده، إحنا فعلا ده اللي نقصد نقوله، إن الفرصة المرة دي أكبر بكتير جدا، وهيكون مشاركة أكبر وأحسن بكتير مما سبق. وزي ما سيادتك قلتي، الظروف السياسية اللي بتمر بمصر ولا سيما غزة بالتحديد هتدفع المواطن المصري للوقوف كويس كده على صندوق الاقتراع، ويختار بشكل واضح جدا من يلبي هذه أو يحل هذه الإشكاليات الإقليمية الكبيرة. أكيد إحنا بنتمنى الخير، ونتمنى إن شاء الله يكون عندكم فرصة هذه المتابعة بمنتهى الشفافية والوضوح والديمقراطية، ونتمنى كمان المشاركة بإذن الله من كل المواطنين المصريين. النائب أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، كل التوفيق بإذن الله.